اهلا لكل متابعينا بكبير ميديا في كل مكان. معكم نورين حمدي محافظه الاسماعيليه. النهارده اليوم الثاني لجلسات المتهمين بابتزاز نيره بجامعه العريش. النهارده هيتم المرافعه على المتهمين اليوم في محكمه الاسماعيليه. سيد متابعين في اللايف، تعالى كده. طيب ظهر في اللايف، اقسم بالله. أنا مش عارفة أتصرف والله، ما عارفة أتصرف. شو أحمد جمال، شو محمد إبراهيم. أنا عايز أعرف مش عارفة. معاه جهاز لو سمحت، لو شفت صورة لشروق أو لطاعة هيبقى في كلام. لأن بيتم الصورة دي ثلاث أربع أيام ماشيين. جميل؟ بس هو إحنا مضطرين لظروف عشان الناس بس تبقى مستريحه، تبقى الناس كلها هتقولي بس. لا لا انا بلاش يحضر علشان تبقى مهم لو سمحت، تقعد انت وحرمت ماشي؟ اي كلمه خارجه حسب نقعد علشان تقعدوا تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. بس ممنوع حد يتكلم في محل حاضر عندكم، هنسمعكم بس. اتفضلوا. الان المتهمين امام
قاضي المحكمة. تداول غضون عام 2024 لدائرة القسم الأول لعريش محافظة شمال سيناء، والمتهمان هدد المجني عليها نيرة صلاح محمود كتابة بإفشاء محادثات مكتشف بشرف جرت في مكان خاص عبر الهاتف المقال تطبيق المراسلات والواتساب، والتي كانت قد ذكرتها المتهمة الأولى حصة عن بنت الهاتف المجني عليها المقال إلى هاتفها ودون علمها ورجائها، إذ شاركت جزء منها مع المتهم الثاني الذي هدد بإفشائها برسائل نصية عبر مجموعة الواتساب الخاص بزملاء دراساتها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بتكليف مجني عليها عمل معين وهو الاعتذار للمتهمة الأولى في المجموعة آنفة البيان، مما أوقع الرعب في نفسها فرضخت بمطالبهما على النحو المبين بالتحقيقات. اثنين، استعمل في بيض علانية المستندات التي تحوي المحادثات آنفة البيان، وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها سالفة الذكر، بل أرسلت المستعمل الأولى نسخة من تلك المحادثات لزميلتها مريم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وولاء سيد زكي، صادرا من تلك المحادثات المتهم الثاني الذي استعملها وأرسلها لزميله محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب على النحو المبين بالتحقيقات. ثلاثة، انتهك حرمة الحياة الخاصة المبني عليها سالفة الذكر، بل نقلت المتهمة الأولى من هاتفها المقال المحادثات آنفة البيان المدرجة على هاتفها المقال دون علمها ورجائها، وإرسال المتهم الثاني لها العديد من الرسائل الإلكترونية التهديدية عبر ذات المجموعة آنفة المجموعة المبينة سلفا بالمتهمة الأولى دون موافقة بالتهمة الأولى دون موافقتها، معتدين على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري على النحو الوارد في التحقيقات. أربعة، تعمد إزعاج ومضايقة المبني عليها آنفة البيان بإرسال استعمال أجهزة الاستعمال بإرسال استعمال أجهزة الاتصالات مرتكبين الجرائم محل الاتهامات المماثلة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الأولى اعتدت على حرمة الحياة الخاصة بالمبني عليها سالفة الذكر، بل نقلت إلى هاتفها المقال المحادثات آنفة البيان التي جرت في مكان خاص عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية عن طريق التليفون والمدرجة على هاتفها المقال ودون علمها ورضائها وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني هدد المبني عليها سالفة الذكر شفاهة بواسطة يوسف محمد عبد العظيم إفشاء أمور مخدشة بشرفها المحادثات آنفة البيان، وكان ذلك التهديد مصحوبا بتكليف المبني عليها بأداء عمل معين وهو الاعتذار للمتهمة الأولى في المجموعة، مما أوقع الرعب في نفسها فرضخت بمطالبهما على النحو المبين بالتحقيقات. قررت أن لدينا ستكون جاهزة اليوم. حضر الأستاذ أستاذ أحمد عبد الرحيم وأمل إبراهيم أستاذ أمل إبراهيم عن الأستاذة نهاد أبو الأنصار أستاذ نهاد أبو الأنصار عن المدعيان الحق المدني الوفاة أو إعزاء سبب الوفاة بتناول المبني عليها حبة الغلة، وفي تقرير معمل المركزي الطبيبة الشرعية حنان فاروق العدد مع ند طبيب مختص الطب الشرعي متخصص. من حضرتك الطبيبة اللي عملت التقرير الطبي الشرعي هي طبيب ميدان بمستشفى الطب الشرعي في مصر. حضران مع المدعي المدني طلب
لو تسمح لنا معالي الرئيس في بعض الشهود عارفين الشرعية ومناقشة فيها في بعض الأمور الواردة في التقرير. في بعض الشهود معالي الرئيس لأن الشهود دول مرتبطين بالواقعة رغم ان احنا دلوقتي لا هو احنا عارفين الأمر معالي الرئيس محترم جدا ما بيعجبش قضايا. لو قلنا قبل كده انت حضرت قلت لك جايز لو عاوز تراجع تسمعك نفس حصل تمام واحنا جايين النهارده جاهزين ان شاء الله ربنا يوفقك تمام نقول لكم طلب اتيتود هنشوفه اخر الجلسه. طب شهود معالي الرئيس مرتبطين علاقات بالعدد دي هو اخر الجلسه ثبت من التدريبات المباحث اللي مرتبطين معالي الرئيس حاجات فالمفروض ان النيابه العامه توجهكم ليها ما تمتش مواجهه الشهود دول او بعض الشهود منهم في الاطفال دي هنسمع مراجعه النيابه على طول وهنشوف طلبك تمام نكمل لا هنستكمل طلباتنا بعدين هنستكمل طلباتنا بعد مراجعه في ايه تاني؟ هو رابطه الطبيب الشرعي بنلتمس من عداله المحكمه استكمال مفاتيح النيابه العامه بالحقائق طبقا لنص 11 حضرتك في شواهد على جريمه القتل العمد في الورق ده فاحنا عايزين المحكمه تحقق في هذا يا استاذ يا استاذ المحكمه من سبب الكبر والوصف اللي قدامك قرارات المحكمه البطلاء والقضيه ان هناك اسباب تستدعي التصدي هتستخدم حقها وبالتالي احنا مش في مجال قضيه نحن بما اكملنا عليكم الان في قضيه تاكيد وقضيه نقل تمام او اختراق هاتف المكتب من واجبنا كدفاعي يا فندم ان احنا نعرض على المحكمه النقاط اللي احنا الشواهد اللي احنا مطلعينها من الورقه خاصة ان لم تتيح لنا الفرصه ان نطلع على اوراق الدعوه اثناء تحقيقات النيابه العامه وندي هذه هذا الامر تمام احنا معانا كمان يا فندم جريمه التنمر المنصوص عليها في المنحه الطبيه تسعه مقرر دي دي من ضمن من ضمن عندك التهديد خلاص كده اتفضلوا سلام حضرتك يا استاذ مين عن المتهم الاستاذ عن المتهم الثاني جاهزه جاهزه للمرافق تمام اي مكان للمرافق هنا كده تمام على طول اتفضلوا للنيابه لا مرافقه اتفضل نيابة الرابع يا جماعة لو سمحتوا كل واحد يتكلم كده ونسمع نسمع بعض. بسم الله الحق. بسم الله العدل. بسم الله هنا اليوم أمام عدالته وفينا ربكم المقدس بعناية قول الحق من الحكم إلا لله. جئتكم بشرف تمثيل النيابة العامة عن المجتمع. الأمين على دعواه والخصم الشريف في هذه القضية. هذه القضية التي تموج بالفتن وخيانة الأمانة وانتهاك الأعراض والحرمات. قضية اللعب بالأعراض وما أدراك باللعب بها. اللعب بالأعراض لعب بالنار. اللعب بالأعراض لعب بالنار. اللعب بالأعراض لعب بالنار. انتحرت طيارة وضاع شروق وطار. قضيتنا اليوم يا سيادة الرئيس هي جريمة التأديب الكتابي بإفشاء أمور مكتشف الشرف المصحوب بطلب المرتبط بجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة. قال تعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النظر في كتاب اخيه بغير اذنه فكانما ينظر في النار. سيادة الرئيس الجديد لقد كانت الامانه ثقيله وكان البحث عن الحقيقه فيها اشد ثقلا. سمعنا من المتهمين وسمعنا فيه حتى اذا انسنا من الدعوه اكتماله ووجدناها شقت عن الطوق جئنا بها لساحتكم المقدسه. سقنا اليكم هذين المتهمين متقبلين بأدلتهما فالمبنية عليها في هذه الواقعة نيرة صلاح محمود طالبة الصف الأول لكلية الطب البيطري جامعة العريش
ذات 18 عام، نشأت في أسرة بسيطة كسائر الأسر، كانت تحلم بامتهان الطب. شهد لها القاصي والداني بصلاح الدين وحسن السلوك والقرب وطيب السيرة، لكنها مثل كل البشر تعيش بين الناس عالقة على نعمة السبب، تخطئ لكل بني آدم، فهددها المتهمين بما أمسكوه عنه، وبث الرعب في نفسها طاولة حياتها. وأما المتهمة الأولى شروق أحمد كمال، ذات 18 عام، زميلة المجني عليها بالفرقة الأولى لكلية الطب البيطري جامعة عريش، تقاسمت مع المجني عليها سكنها. تقاسمت مع المجني عليها سكنها بالمدينة الجامعية، واستأمنتها على سرها ولم تؤمنها، وكانت أمانة المعشر لتضيع من أجل بطولة زائفة، لكنها الغرور بامتلاكها نقيصة خليلتها، فأمسكت بتلابيبها وقامت بفضحها بكل خسة، ولم ترحم توسلاتها، فكانت من المحسنين. وأما المتهم الثالث، طه محمد إبراهيم الكبير، ذات 19 عام، زميل المجني عليها والمتهمة الأولى بالفرقة الأولى لكلية الطب البيطري جامعة العريش. استقوت به المتهمة الأولى على المجني عليها، فلم يرحم ضعفها، وقاد ثورة التقلص المعنوي منها، فقام بتهديدها كتابة في ملاءة مجموعة الدفعة عبر تطبيق الواتساب، ليحدث تهديده أشد الآثار فتكا بها، فبث الرعب في نفسها، وبدا مبتهجا مسرورا ببكائها من سقوطه، نزعت منه النخوة وكان من القاصرين. سيادة الرئيس الجليل، حضرات السادة القضاة، بدأت وقائع الدعوة مع بداية العام الدراسي الحالي في أكتوبر من العام الفات، واقتضت تحت كل من المجني عليها والمتهمين بالفرقة الأولى لكلية الطب البيطري جامعة العريش. فتزامنت المجني عليها والمتهمة الأولى والشاهدتين الخامسة والسادسة ظهور الجامعية، حتى لاحظوا محادثاتها للشاهد الخامس عشر، وقالوا للمتهمة الأولى بانتهاك حرمة حياتها الخاصة، وقالت الأمانة ودلفت على هاتفها النقال بكل خسة ودناءة، ودلفت على هاتفها النقال بكل خسة ودناءة بكلمة السر مستعملة، تطالع مكنون أسرارها من محادثات مع ألف الزين، ثم أذاعت الخبر بين أقرانها، خبر ماذا؟ إنه خبر الشيخة نيرة. حقا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله حسن حتى تغيرت النظرة، تغير لاحظته المجني عليه حتى طرق الغرفة، وانقطع خبرها، ونقل شيطان رجيم للمتهمة الأولى نبأ حديث المجني عليها عنها بالسوق، فركبها الغرور، ولما لا؟ فبيدها ما يفلس لسانها ويكسر أنفها، فمن الذي تتحدث عن الشرف؟ أهي الشيخة نيرة؟ فحدثت المتهم الثاني بالأمن، وأطلعته على خبر جريمتها، فاستنهض عزيمته إرضاء لشركته، ونادى بمجموعة الدفعة عبر تطبيق واتساب: اسمعوا واو أمر الشيخة التي لها مطبوع، مطبوع يقضي على مستقبلها بالجامعة والسكن، أتحبون أن نأكل في لحمها ميتا يوم الخميس أم الجمعة؟ أخبروني، ألموا جميعا وأفيدوني، أنزيعه الخميس أم الجمعة؟ فليكن السبت يا طارق، قالت المتهمة الأولى، كان الاختيار إما الفضيحة أو الاعتذار، فحدثت أخبارها، فحامت حولها النظرات والأقوال والتكهنات، إنها نيرة، قالتها شروق وقالها طارق في غرف موارب بابها، حتى وصل لعلمها ما يذاع عن تأويلها. فتسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن نستحضر روح المجنية عليها في تلك اللحظة. هذه الشابة حديثة العهد بالحياة، البعيدة عن زوجها، وجاء بها ظلم هذا التلحظ،
انقلبت عليها نظرات القاصي والداني، طاردتها التساؤلات ما بين منكر ونكير، أثرها ازدراء الإحساس القاطع. يا زملائي أجيروني، أبيسوني، استروني، ماذا يطمئن نفسهم ولو على رقبتي؟ من يمسح ما بيدهم ولهم مني الدنيا وما فيها؟ يا من يرى، اعتذري ولك الأمان، أي أمان بغير ضمان؟ لكن الأمان بغير ضمان أقوى من الفضيحة على رؤوس الحياة. هذا كان لسانه. توسط الشاهد يوسف محمد عبد العظيم مطاوع، وطلبا من المتهم الثاني جلسة الوساطة بين نيرة وشروق، فبعد أن تحدد لها يوم السبت، رفض المتهمين الحل، متهمين الحل، وأبلغوا الوسيط يوسف أن أمر نيرة بيد إدارة الجامعة التي تناهى لعندها الواقعة المنفذة. يا لحسرتي، وسط الجامعة وصل لها أمر خطيرة، صار فصلي أمرا محددا. هنا نظن يا سيادة الرئيس انتوت نيرة الرحيل. الأمر يتسع كالنار في الحشيش، كيف أواجه مجتمع قاسي بل هو يرفض السلام ولا يرحم الغافلات؟ قالتها بلسانها للشاهد الخامس عشر: إما أن تلوى ذراعي وهو ذلك إلى الأبد، أو أن تكسر يدي وبعض العز جلد. فاختارت بضعفها الموت مجبرة بدلا من الحياة بمثابة. يا يوسف، أبلغ هذا اعتذار نيرة خلال ربع من الساعة، وإلا تنقلب الأمور على عقبيه. إنه قرار طه وشروط الأكيد. فأبلغ يوسف نيرة فانصاعت مرغمة وكتبت الاعتذار لتبرئ ذمتها، ثم تعاطت صلما زعاجا تحت وطأة الرعب والشعور بالعار والإهانة. فخالفت شرع الله الذي نهى عن القنوط من رحمته وقتل الذات بظن، وبعض الظن إذن أن الموت لك للسفر أولا. وللأسف يا سادة، انتحرت نيرة لأجل أن لا تظهر تلك المحادثات للعالم، وها هي رهن على نية هذه المحادثة، إنها حقا سوءة الأوراق. سيادة الرئيس الجليل، حضرات السادة القضاة، تلك واقعات الدعوة. فأما عن حديث القانون فنعلم أنه لا يجوز لنا في حضرة سادات القانون أن تطرح مواته وشروطه، لأنه أعلم به منا، لكنه شغف تلميذ العلم الذي يقف على باب أساتذة كي ينهو المرتيد علمه. فعلمتمونا أن التهديد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات تتوافق إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. هنا يا سيادة الرئيس جاءت عبارة المشرع عنه: فيستوي الطلب أن يكون مشروعا أو غير مشروع، وكذا الكتاب يستوي أن تكون بأي وسيلة تقليدية أو الوسائل الحديثة. وأما بعد، فسنشرع الآن في سرد الدليل على الواقع امتثالا للأمر الكريم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ودليل في هذه الأوراق قد استقام بلوغا من الجزم واليقين على صحته وصحة نسبتها للمتهمين النازلين، وقد تروى